إلى حل مع المعالجة النفسية دانيا دبيبو درويش بفقرتنا الأخيرة بصباح اليوم. صباح الخير. صباح الأنوار. عم بيقولوا لي ختامة مسك. أنا آخر وحدة. كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ الحمد لله أنا كثير منيحة. الحمد لله. دانيا، أزمة الهوية كثير ناس بيقطعوا فيها، بدنا نشرحها من الناحية النفسية ونشوف كيف ممكن، إذا كان في ناس عم بتشعر إذا بدك هالنوع من المشاعر أو براسها هالنوع من الأفكار والمعتقدات، نقدر نهون عليها. يعني هلأ كتراني هيدي أزمة الهوية. أول مين حكي عنا أخصائي نفسي اسمه أريك أريكسون، حكي عن مراحل نمونا بالحياة، كيف منتطور نفسياً واجتماعياً بثمان مراحل، وكان قال إنه أهم واحدة منهم هي أزمة الهوية اللي عادة بتبلش بسن المراهقة وبتمتد. عادة الأزمة بصير فيه مثل مخاض، الواحد بصير هالمراهق بصير بيسأل حاله كتير أسئلة، إنه مين أنا؟ شو بحب؟ شو هي القيم اللي لازم اتبعها؟ وهي في محاور بالحياة بصير بده ياخد قرار بالنسبة إلى لحتى يقدر يكمل بحياته. مثلاً في محاور دينية، يا ترى أنا هيدا الدين اللي عم بيقولولي عنه أهلي هيدا اللي بدي اتبعه، ولا عم شوف أصحابي عندهم دين مختلف أو ما بيأمنوا، يمكن إنه هيدا بيجذبني أكثر ولا هيدا بده ياخد قرار من الناحية السياسية، من دوره بالمجتمع كمذكر أو مؤنث، من شو بده يعمل بس يكبر يعني بحياته المهنية، من يمكن ميوله الجنسية لاهتماماته لعلاقاته. كتير أسئلة بتصير هيك بتجول بتفكيره، هو المراهق عادة بيصير بيعمق تفكيره، بتعرف بيصير فيه الهرمونات وعم ينتقل من مرحلة طفولة لمرحلة إنه هيصير كبير بالعمر. سو بفوت بهيدي الفوتة اللي بتكتر الأسئلة، مين أنا؟ شو بحب؟ شو بدي صير؟ ومرات بيختمها هيدي أزمة الهوية على سن الرشد بأنه خلص بيقرر هو شو بده، شو رؤيته عن ذاته وأي انطباع بده يعطيه بالمجتمع وبدوره بالمجتمع، وممكن لا تسحب معه إذا كتير في فرق عم بيكون بين شو عم يعطوه أهله شو بدهن يصير وهو شو حابب أنه يصير. هون يمكن بتمتد أكتر وبيضلوا في هيدا الصراع ويمكن ما يحل بسهولة، يمكن يكبر ويضلوا ضايع لحد ما يجي وقت يعني يمكن ويقرر. ومثل ما قلنا هلأ بهول الأوضاع في تغييرات كتير عم بتصير، إيه في ناس بتصير بتسأل حالهم بهول التغييرات ممكن تصير على كبر أزمة الهوية مثل ما عم نشوف كتير هلأ حوالينا. والأخطر كمان لما بيصير، ما بعرف دانيا، لما بيصير هالهويات متناقضة ومتضاربة بينها وبين بعضها، يعني مثلا ذكرتي عن هوية جنسية ومع عن هوية دينية، ومرات بنشوفهم أنه ممكن يتضاربوا، أنه مثلا شخص عنده انتماء ربما وعنده هالهوية الدينية اللي إلى محل بحياته التي قد تتعارض مرات مع الاختيار الجنسي يلي اختاره. وهون كمان بنصير عم نشوف هويتين عم يتصارع فيهم الإنسان. مظبوط، ومنسميها أزمة ميلاد لأن يعني الأزمات عادة بتعرقل له حياته للواحد، يعني بنسميها أزمة إذا عم بتأثر على سلوكياته اليومية وخلص، يعني صار هالحيرة هالقد كبيرة ما واصل لكونكلوجن معين، ما عمل كلوجر معينة أو قرار معين بشو بده يتبع، فممكن تودي كتير لاضطرابات، يمكن حالات قلق، حالات اكتئاب. في ناس بيصيروا بيروحوا على اكستريم تاني اللي يعني بيصيروا تصرفاتهم فيها كتير مثل عنف لأنه في شيء جوا عم بيغلي ما عارف يوصل له. سو إيه يصير في هيدا الصراع عبال ما يوصل لقرار، وبيقولوا لك اللي عنده هيدي الهوية ثابتة وخلص تصالح معه وقرر شو بده، هول الناس اللي بحياتهم بيكونوا صحتهم النفسية منيحة. نعم، يلي قدر يمكن يقرر. عم تحكي كتير عن قرار، هيدا القرار على شو بده يكون نابع؟ لطالما عم تقولي، وهل هو قرار واعي؟ يعني هل هو من السهولة اتخاذ قرار برأيك دانيا، أنا بدي أختار بهالهوية، خلينا نقول مثل ما قلتي السياسية أو الهوية اللي متعلقة بالعمل أو الهوية الدينية أو الهوية الجنسية أو حي الله هوية، أنا بدي، هل من السهل الاختيار برأيك وعلى شو لازم يعني؟
إذا في تباعد بين الشخص شو عم بيفكر، شو اللي عم بيجذبه أكثر من الأشياء اللي يمكن أهله ومجتمعه عم بيفرضوه عليه، هون بيكون القرار صعب، لأنه هيدي الهوية هي بتعكس نحن تصرفاتنا، كيف بدنا نشتغل بالمجتمع، شو هو الانطباع اللي بدنا نتركه. سو إيه لما الواحد يقرر يا جماعة خلص أنا ما بقى بدي أتخانق مع أهلي، حساوي مثل ما هني بدهم، خليني أقنع حالي بهني شو اللي بيعتقدوا فيه، بدي امشي فيه وخلص، صير ساوي تصرفاتي. بدها شغل، منا سهله انه الواحد يقنع حاله. وبدها كمان مرات يعني بدها تغيير، مرات منه بس فكري، بدها كمان مرات تغيير عملي، كان يمكن مرات تضطري تتركي وظيفه او مثلا تروحي لمجتمعات اكثر تقبلا، او تروحي يمكن لمجتمعات اكثر، ما بدي اقول انفتاحا او انغلاقا لحتى ما نعطيها صفه، بس يمكن اكثر قبولا للحاله يلي الانسان بيكون عم بيعيش. يعني هالقرارات قد تتطلب أيضا تغييرات عملية على الأرض. أكيد أكيد. وهون يعني اللي بيساعدونا عادة إذا حنكون مع أشخاص كتير مختلفين عن نحن، ميولنا واعتقاداتنا، هون يعني بيصير في تضارب يعني وما بننسجم. سو يا ريت الواحد بيوصل لهيدي القناعة ويقنع حاله فيها، لأنه المرحلة إذا طالت كتير يعني عم بيكون بيروح وقت من حياته الواحد لكيف يكون عم بيأسس حاله، وهي بتعرف يعني مخاض، مثل ما بقول مخاض، مرات بتجي تحت ضغوطات نفسية كتيرة، تحت تغييرات جذرية ممكن تكون عم بتصير بالحياة، اللي الواحد بيكون مقرر على شيء وخلص عامل هويته وماشي فيها، بس انه بيصير اشياء مثل يعني اذا صار في خطة بالحياة. بتعرف في كمان ازمة منتصف العمر اللي بنمرق فيها عادة، هيك بنص عمرنا على الاربعين سنة، هذا بصير الواحد عم بيقيم، طيب انا هالنص الاول اللي مشيت فيه بحياتي هذا باسطني كان او لا، اذا ما كان باسطني هون بصير الواحد بيسأل اسئلة عن هويته، طيب انا مين بدي اكون. التغييرات ممكن تشمل زواج، اذا الواحد تزوج كمان بصير بيسأل حاله على الهوية، ولادة الطفل خسارة معينة، خسارة شخص كتير منحبه مثلا، إذا بتاخد ست كانت تهتم بوالدها المريض لسنين طويلة وهالوالد توفى، بتصير مرات بتسأل حالة أنه طيب شو دوري أنا هلأ، أنا كان دوري إنه هالإنسان اللي بهتم. تغيير بلد، واحد بعيش من كان ببلد وراح على بلد تاني وعم بعيش فيه ولاقى هالتضارب، أنه كمان بصير بيسأل طب هيدا أحلى ولا هيداك أحلى. مش هيك كمان بيصير يفتش مرات ببلدان اللي راح عليها على شيء من الهوية السابقة، كأنه يروح على مثل ما بيقول مثلا على مجتمعات فيه من نفس يعني البلد يلي جاي منه، أو عندهم بعض العادات وبعض التقاليد، كأن يلملم البعض من هالهوية السابقة يلي رحل عنها، لكن بده يحافظ على الجزء المنيح فيها. أكيد رحل عنها لأنها زعجته، لكن الجزء المنيح فيها بيصير يرجع يفتش عليها. دانيا، قبل ما يدهمنا الوقت، التدريب النفسي هون وين أهميته، لا إذا بدك هالراحة باختيار الهوية المؤاتية والبناءة بحياتنا؟ التدريب النفسي؟ نعم، يعني وين أهمية هون التدريب النفسي لمساعدة هالناس اللي عندهم هذه الأزمات من الهوية؟ تعرف هي الهوية لما بتصير أزمة الواحد بيكون بده يسأل حاله كتير شغلات. سو الاستعانة بحدا بيساعد كتير، إذا ما استعان بحدا مختص يعني في يبلش يفكر على صوت عالي مع حدا بيوثق فيه، مثلا مع أصحاب مع كذا، بس ليأخذ معلومات زيادة. يعني نحن بالكوتشينج أو إذا عم نشتغل كأخصائية نفسية بنصير بنسأل كتير عن إنه طيب إذا بيكون أنت حتتبع هيدي الطريق مثلا وين بتصير بالمستقبل، شو الحسنات شو السيئات شو التحديات اللي ممكن تواجهها، أو إذا بتاخد هيدي الطريق المعاكسة مثلا كمان شو تردداتها بتكون وشو حسناتها. سو الواحد بده يقيم وبالنهاية يطلع لقدام شوي، يعني يشغل المخيلة إذا أنا بدي يعني حسن حياتي أشعر برضا أكثر، كيف بشوف حالي مستقبلا، وين بكون مرتاح أكثر. يعني بالنهاية كلنا حابين أنه نوصل لهذه الراحة النفسية ونمشي بحياتنا بدون هالتضارب الداخلي، هيدي الأفكار وهالعواصف العواطف اللي بتصير معنا وهالحيرة مرات إنه كتير بتقلنا.
هي مخاض، برجع بقول ما حتزبط انه بيوم، ما حيقدر ياخذ قراره الواحد بيوم، بدها تاخذ على المدى. واذا شق من هالهويه منه ظابط، ما اخذ قرار فيه الواحد او ما محدد هو شو بده، في يعني مثل هلا اللي عم بيصير مثلا، يمكن كثير حاسين انه في تغيرات نحن اللي ما عم نقدر نروح بولا طريق معين. سو خلينا نعزز على القليل الاشياء اللي نحن مقتنعين فيها وزيتين فيها ونشغلها بحياتنا اليوميه، لان هيدي اللي بتسهل علينا. برجع بحكي كثير على العواميد، يعني لحتى تكون الهويه كمجمل ثابته، لحتى نرتاح بحياتنا، اذا في خلل بمحل او بمحلين ما قادرين نعرف قرار فيهم، خلينا نثبت الاشياء اللي مقتنعين فيها وماشيين عليها لندعم مجمل هالهويه الكبيره. هو كمان شيء ذكرتي دانيا على انه قدام الخطوره لما بتحسي انه هالهويه اللي كانت بتمثلك ما عادت تمثلك، وانت مصابه بالاحراج من تغييرها، او من الخوف ايضا من تغييرها، لانه ما تنسي بالنهايه الانسان بده، يعني هو ربما هالكائن الوحيد يلي يبحث بهالكون عن معنى لما يقوم به، والهويه هي كمان معنى مثل ما قلتي. يعني اذا شخص مثلا عم تهتم بولدها وتوفى الوالد، هالمعنى اللي كانت عطيته لحياتها صار في فراغ. الانسان يخاف من الفراغ، مشان هيك كمان قد يلجا مرات الى هويات ولو كان منع بعدها عم بتناسبه. وهون هيدا الصراع الكبير لهلا للناس اللي عايشين هيدا الصراع، شو كلمتك لهم دانيا قبل ما نختم؟ ايه، بدنا نفتش على معنى ثاني. يعني اذا هيدا المعنى اللي حط عليه ثقل انا كثير، خلص راح نشيل مني، بدي اشوف انا وين ممكن اخلق معنى جديد، وين بخلق هدف جديد اقدر انشغل بحياتي فيه. يعني اذا انا ميولي والقيم تاعتي بتقلي انه اكثر شيء بتسعدي اذا كنت عم تعطي لغيرك، عم بتساعدي غيرك، طيب بدي وجهها هالطاقه على حدا ثاني اللي ممكن يستفيد من هالموهبه، من هالقوه اللي عندي، من هالشغف اللي عندي. فبدنا نخلق البديل. عاده اللي بيعطينا معنى، اللي بنفيق الصبح يس كرمانو. عندي شيء سويه 100%. المعجزه السيده دانيا دبيبو درويش، شكرا كثير لك. شكرا، بتمنى لك يوم موفق. شكرا على المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها.